بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن. على مر العصور وبعد مشوار فني طويل، تعرض بعض الفنانين لأزمات صحية، والبعض الآخر سيطرت عليه أمراض الشيخوخة، وفور حدوث ذلك نالوا التقدير والاهتمام من الجميع. ولم يتوقف الأمر على مصر فقط، بل امتد الاهتمام إلى الرؤساء والملوك العرب للوقوف معهم في أزماتهم وتوفير العلاج على أعلى مستوى. البداية مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي يعتبر من أهم نجوم الزمن الجميل، وأعماله ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن، فهو كان يمتلك موهبة خاصة ولم يكن مطربا كباقي المطربين، بل هو معجزة غنائية واضحة، مما جعله يحظى بحب ورضا كل الملوك والرؤساء، خصوصا الملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب السابق الذي استضافه أكثر من مرة. وفي مذكراته التي كتبها بخط يده قال حليم: عرفت الملك الحسن منذ أن كان وليا للعهد، كنت قد رأيته في الخارج ولم يحدث بيننا تعارف كامل، وفي المرة الثانية رأيته في المغرب بعد أن أصبح ملكا، جمعنا الحب الإلهي ونشأت بيننا صداقة قوية. وتابع حليم في مذكراته: لن أنسى أبدا المرة الأخيرة التي زرت فيها المغرب، يوم هاجمني النزيف اللعين بصورة مفاجئة ومزعجة، كان الملك قلقان جدا من أجلي ونقلني فورا إلى المستشفى الفرنسي، وظل يتابع أخبار المحاولات المتكررة لوقف النزيف الذي لم يهاجمني أبدا من قبل بمثل هذه الشراسة، وأمر بنقلي فورا على طائرة خاصة مزودة بكل وسائل العلاج الطبي لكي أواصل علاجي في باريس، وأيضا أصر على الإطمئنان علي بإرسالي على نفس الطائرة لأشهر المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي تعرضت للكثير من الأزمات والعثرات، فعلى الرغم من مسيرتها الفنية السرية بأشهر الأعمال الفنية، إلى أن حياتها الخاصة كان بها الكثير من التخبط والتوقف، فقد تزوجت لأكثر من 14 زيجة، وحظت تلك الزيجات بقصص الحب والخيانة والغدر والجحود، ففي آخر زيجتها التي كانت من الكاتب المسرحي الفنان فايز حلاوة، لاقت الكثير من المعاناة والغدر، فقد استولى على منزلها الذي كانت قد اشترته بأموالها وطردها منه بعد زواجه من الإعلامية الراحلة فريال صالح، ولم تجد مكانا تعيش فيه إلا بعد ما دبرت لها إحدى سيدات العائلة المالكة بالكويت شقة تليق بتاريخها الفني. وعندما هاجمتها أمراض الشيخوخة وتكاثرت عليها الهموم والديون ولم تعد تمتلك مصاريف علاجها، وصل الأمر إلى الأمير فيصل بن آل سعود، حيث أمر بأن تكون جميع مصاريف علاجها على نفقته الخاصة، حيث أرسل شيكا بمبلغ 150,000 جنيه لعلاجها، الأمر الذي جعلها تنال اهتمام ورعاية فائقة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، إلى أن رحلت في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر ناهز 80 عام. وبخصوص هذا الأمر، قالت الفنانة سماح أنور في حديث لها مع الفنان سمير صبري في أحد البرامج إنها تعرضت للكثير من الآلام، فقد ظلت لا تستطيع الحركة لمدة عام وثلاثة أشهر كاملة. وأضافت سماح: لقد كانت محنة مرضي قاسية جدا، فقد تعلمت منها الكثير، وقد ساعدني الأمير فيصل بن آل سعود، وهو شخصية محترمة لم أشاهده في حياتي إلا من خلال صورته يوم رحيله. وتابعت وقالت: ولكنه بمجرد أن سمع عن الحادثة سارع بعلاجي على نفقته الخاصة في أفضل وأشهر المستشفيات العالمية في واشنطن والنمسا، وكانت فترة النقاهة في نيويورك، لقد ساعدني كثيرا في أن أتمالك نفسي وأستعيد ثقتي وتوازني وأملي في الشفاء، وبأني سوف أعود مرة أخرى للحياة وأسير مثل الأخريات.